إليك يا من تسمعني، وبين روح الله المؤاسي ومدد الرجاء الآسي تندمل الجفون القريحة وتلتئم القلوب الجريحة وتنتعش الجدود العاثرة. الكروان يموت فرخه في المساء، وفي الصباح يرقص ويصدح، والشاة يذبح حملها في الحظيرة، وفي المروج تثغو وتمرح، والقلب يقطع من القلب، والروح تنزع من الروح، ثم يعيش المحب بعد حبيبه، والوالد بعد ولده، كما يعيش النهر الناضب في ارتقاب الفيضان، والروض الذابل في انتظار الربيع. اسمع مني هذا، لله على الناس نعمتان لا يطيب بدونهما العيش، النسيان والأمل. ماذا كان يصنع الأسى بالقلوب الوالهة إذا لم يمح النسيان من الذهن صورة الحبيب الراحل أو الهاجر؟ تأمل حالك يوم فجعك الموت في عزيز عليك، أما كنت تجد لهيب الحزن متصلاً يوقد صدرك من غير خبو ويذيب حشاك من غير هدنة؟ تصور دوام هذه النار على نياط القلب وأعصاب الجسد، ثم قدر في نفسك الحياة على هذه الصورة، على أنها والحمد لله لا تدوم. فإن الجبار الذي سلط الألم على الروح هو الرؤوف الذي سلط الزمن على الألم. فالزمن لا ينفك يسحب ذيول الأيام والليالي على الصور والآثار حتى تنطمس المشابه وتعفو الرسوم، ولا يبقى من المفقود إلا صورة لا تنطق، ولا من الجراح إلا ندبة لا تحس. وماذا كان يفعل اليأس بالنفوس المكروبة إذا لم يفتح الأمل أمامها فرجة في الأفق المطبق وفسحة من الغد المجهول؟ يا ويلتى للفقير يعتقد أن فقره يدوم بدوام الحياة، وللمريض الذي يرى أن مرضه ينتهي بانتهاء الأجل، ويا بؤسا للحياة إذا لم يقل المأزوم والمحروم والعاجز: إذا كان في اليوم قنوط ففي الغد رجاء، وإن لم تكن لي الأرض فستكون لي السماء. كتب هذا النص بقلم أحمد حسن الزيات، وسمعتموه بصوت طه الصوري.